بأمله وبينا نستاني بنعلي في المجنون ونوطي في العائل وكل شي مقلوب والكل خلف الدور يا عمي مش محسوب يا حلو طعم المر وكل شي مقلوب والكل خلف الدور يا عمي مش محسوب يا حلو طعم المر احلم ولو مسكون برضك هتفضل حر ازاي بقى حنا كده يصعب عكافي ازاي بقى كده يصعب عكافي وكل رسمالنا ما تجيب لي من الاخر ونغني مهرجانات من بعد يمسى ونغني مهرجانات من بعد يمسى طاقة في مبصر ومفتحين عميان. شريط منع الحمل. نهارك اسود يا قمر. انت جيت يا مطلب؟ ايه ده؟ يا نهارك اسود ومنيل؟ انت ايه اللي دخلك بيتي من غير ما تخبطي؟ زبالتك كشفتك يا زباله. ما هو انت لو ست نظيفه ما كنتيش عملتي كده. خديني بالصوت بقى. بقول لك ايه اللي دخلك شقتي؟ شقتك؟ شقتك ايه يا ام شقه؟ انت يا بنت قربه جايه هنا تولدي وترجعي على العشه اللي اتربيتي فيها، ولولا حظك الوحش ما كانش حبشت شريط البرشام ده. طب استني يا اختي، استني ما تشوفي ربنا قسم لك العيال ولا مالكيش في الخلفه. لا يا حبيبتي انا فله، ببيض واولد مش زيك، ربنا غضبان عليا. وبعدين اخد برشام وقت ما احب واخلف بمزاجي. ما انت وشك مكشوف ورحمه امك يا قمر، زي ما جوزتهولك لا طلقك منه، والليله مش هتباتي فيها. شوف المره البكحه، انت هتعملي ام عليا؟ بقول لك ايه اللي دخلك هنا يا وليه انطقي؟ يا اخي ولولو عليكي ساعه وانفضوا. الوليه دي يا اختي تبقى اختك ام صفاره في صدرها، ولا نسيتي اصلك؟ طب هاتي بقى الشريط ده انا افضحك والم عليكي الناس. طب افضحيني كده وريني هتفضحيني ازاي. يا لهوي بتسرق ذهب يا ناس. عايزه اصوت يا مره يا بكحه يا بنت. بتسرق ذهب يا ناس. حصل يا ام الست هانم بتاخد حبوب منع الحمل. يا نهارك اسود، امال يا اختك كان متجوزك ليه؟ كنت مش فاكره يا اختي انه عاشق جمالك. حبوب منع الحمل؟ طب ليه؟ انا حره يا مخلص، اخلف وقت ما انا عايزه، وانا مش ارنبه يعني. لا ارنبه؟ لا مش ارنبه، انا انسانه وبحس. ده انت افتريتي على الاخر بقى. لمي هدومك وروحي لاختك صباح يا عم. فاهمة؟ حاضر. يلا يا عم. يلا يا سامة. يلا دعي طلقها. انت طالق يا عم. ماشي سايبها لك مخدرة. يا نهار اسود ومنيل، انت اتطلقتي؟ خلاص بقى يا صباح، مش الدرجات دي يعني. جربت الجواز لقيت دمه تقيل وزي السم وخلق. خلصت يعني؟ انت لحقتي طلقتي ليه ان شاء الله؟ اهو بقى بيتلككولي، قال يعني عاملين لي كمين وقافشين معايا شريط منع الحمل. يا خراب اسود منع حمل، مش حال ما انت واخده الراجل من حضن مراته اللي بيحبها عشان خاطر الحمل، تقومي تاخدي منع حمل؟ مش فاهمين يا صباح، انا عايزاه يتجوزني عشاني مش عشان غرض ارنب. انا انت بتستعبطي يا بنت ولا ايه؟ ما هو ده كان شرط الجواز من الاول، وافقتي ليه؟ صباح انت زعلانه عشان انا رجعت قعدت في البيت تاني؟ انت عبيطه يا بنت، ده انا شيلك فوق دماغي. ده انت من يوم ما اتجوزتي وانت قاطعه بيا لعلمك.
يا حبيبتي يا صبوحة، اديني رجعت لك تاني اهو. بس مش فارسني غير السوسة مراته، قعدت تبرم تبرم لغاية ما قفشت الشريط. سوسة دي غلبانة، وفي ست برضو ترضى تجوز جوزها لواحدة تانية حتى لو عشان خاطر الخلفة؟ لا سوسة دي بتعايرني عشان هي خريجة جامعة القاهرة وانا الجامعة المفتوحة. هي شاطرة وانت خايبة وغشاشة من يومك، والواد ابني الموكوس طالع شبهك. ورحمة امي لفرسها، هي اخرها في التعليم ايه؟ بكالوريوس وليسانس؟ انا بقى هاخد ماجستير وبتقدير. ماجستير نيلة والله ما هتفرسي غير روحك. قلتها لك وهقولها لك تاني يا بنت امي، اللي يعيش بالغش ويعلى بيه اخرته سودة. غش ايه؟ هو الماجستير فيه غش؟ ده رسالة ومراجع ومناقشة وهات وخد وملغية، موضوع كبير بس هاخده. سيبيني بقى سيبيني، انتي فضحتينا في الحتة، واحنا ناس لينا سمعة عايشين بيها وبنشتغل بيها. انا مش عارفة هعمل ايه في موضوع طلاق ده، سيبينا اتصرف. لا 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 سيبينا، مش عايزة منه حاجة، لا نفقة ولا متعة ولا يحزنون، حتى العفش هسيبهوله. طب سيبينا انا المرة دي اللي اتصرف، انا الهم ورايا ورايا. ماشي اتصرف، انا مفيهاش دماغ للكلام ده، انا مركزة في موضوع الماجستير ده. اخلت وجوزك تراشك ولا ايه؟ مين ده اللي يكروشني؟ محدش يقدر. وربنا لا موتولي. ولا انت لسه صاحي؟ خش نام. مش داخل نايم. خش نام. والله ما ادخل. ولا مش هدخل. شلوش. صباح الخير يا عمي. مهويه يعني مفيش شغل؟ لا يا عليم، مصر كلها مهويه يا ابراهيم. طب حيث كده بقى، عايز اطبع 1000 نسخه من الاستماره دي. 1000 نسخه ليه؟ ورق ايه ده يا ابراهيم؟ ده ورق خاص بالائتلاف اللي انا هتضم ليه. يعني ايه ائتلاف اساسا؟ حزب جديد ده ابراهيم؟ اه بس مش اي حزب يا معلم، ده حزب مصر العروسه. مصر العروسه؟ ده حزب ولا باكو شاي؟ ليه كده طه بس يا معلم؟ ده ضمن ائتلاف الشباب الثوار يا معلم، اللي باذن الله هيرجعوا حق الناس ويقضوا على فساد 30 سنه فاتوا، والنهارده اول اجتماع. يا ابني انت هتجنني. يا ابني هو كل 15 عيل يقعدوا يضربوا لهم سيجارتين ثلاثه، يروحوا يعملوا لهم حزب؟ انا يا ابراهيم تقعد لنا على جنب، ابوس ايديك، ده انتوا جيل مهبب. يا معلم افهمني، الحزب ده مهمته انه يعبر على اللي جوه الناس، يدرس حالاتهم، يشوف مشاكلهم، الناس بتكح ترابع مثالهم محدش سأل فيهم. سلام. لازم صوت الناس الغلابه ده يطلع بقى، وكمان يكون له مكان في المجالس النيابيه، يعبر عن طموحه واحلامه. اه. ولما صوت الناس الغلابه بقى ده يطلع ويعبر عن طموحه واحلامه، انت بقى هتستفاد ايه يا ابراهيم؟ هستفاد ايه يا معلم؟ هوصل صوت الناس للمسؤولين. غني عليا يا ابراهيم. غني يا عم. اتريق يا معلم، اتريق. نفسي مرة واحدة بس تسمعني بجد. أنا عايز أفهم، أنت ليه مش قادر تعقلها اللي أنا اتغيرت؟ والله اتغيرت. المظاهرات دي غيرتني وغيرت شباب ناس تانية كتير. مش قادر يا ابراهيم. مش قادر أصدقك. ما هو مش معقولة يا ابني اللون الأسود يتحول كده للون الأحمر بقدرة قادر. شوف يا ابراهيم، هي حاجة من الاتنين. يا إما أنا عميد خلاص وما بشوفش، يا إما أنت بتضحك عليا. وأنا متأكد بقى إن أنت بتضحك عليا. خسارة يا خسارة يا معلم. غنيها يا ابراهيم، غنيها يا حبيبي. والنبي تقوم تهوينا وما تقرفنيش يا ابراهيم. ها انا اللي فيا مكفيني. حزب مصر العروس بقى هيبقى حزب المواطن الشريف بقى، هيبقى حزب تقيل قوي. قصدي الشاي يا عيد، الحقني بشيشه يا عيد، دماغي اتقلبت. حقك حقك يا معلم. مالك مالك يا مخلص؟ محروس. لا مفيش حاجة. طب ايه ده كده؟ ايه كرسي يا درمال. حاضر يا ريس. مالك اخويا؟ مفيش. انت كويس؟ انت ايه اللي نزلك من هنا اصلا؟ اتخنقت من قعده في البيت، قلت انزل اقعد قصاد المكتبه شويه. يا عم تنزل ليه؟ ما الدنيا تمام التمام والشباب واقفين والمنطقه كويسه الحمد لله. بقول لك احنا
عايزين ننزل مكنة فك الشفرة ونشتغل بقى. مكنة فك الشفرة تاني؟ هو مش كفايه اللي حصل لها محروسه؟ المكنه دي المفروض نولع فيها بجد احرقها. واحد الله واحد الله كده واهدى. بعد اللي بيحصل ده ما يخلص لازم نكون مستعدين. نستعد ازاي غير كده؟ ده احنا حتى نجيب مكانتين بدل المكنه ونشتغل. لا والنبي يا محروس، انا ما اقدرش اخون معلم سالم ولا صباح ولا اي حد في الحته. احنا نمشي بمرضي الله وناكل لقمه حلال. ده انت تعبان قوي يا مخلص. انا تعبان قوي يا محروس. باين عليك. انا محروس ده وانت جاي. انا شفتك انت مش واحد الله. انا مش عايزك تحكي عن حاجه، انا عايزك تهدى خالص كده وتطلع بيتك ترتاح. انت حتى ربنا كرمك وبقى حملك قليل مره واحده، يعني تعرف تقعدوا وتروقوا. ها واللي انت عايزه يا اخويا يوصلك وعليه بوسه. اطلع اخويا ارتاح. ربنا يخليك يا محروس. ربنا يصلح حالنا وحالك يا اخويا. بقول لك صحيح، انا هتجوز ان شاء الله. مبروك يا محروس، مبروك. انا بقول له هتجوز كاني بقول له اشرب شاي. ربنا يستر عليك يا اخويا. يا رب. صباح الفل يا محروس. معلم سالم تعال اتفضل. اتفضل يا اخويا تعال. شايل ضرمان لي؟ نعم يا شايل عمك سالم. حاضر. صباح الفل. صباح الخير. ازيك؟ امال ايه يا عم الحاج؟ انت طنشتنا ولا ايه؟ يا عم طنش ايه وانا اقدر برضه. لا ما انا رايح النهارده وهرد عليك بالليل ان شاء الله. يا عم ما انا قلت لك الوليه واقنعتها، يعني سكتنا خضرا ننجز بقى. الله ما خلاص يا محروس، قلت لك هرد عليك النهارده، انت مالك مستعجل على ايه؟ اسكت. مش وزير الداخليه حطوه في الاقامه الجبريه؟ بص انا لا داخليه ولا خارجيه يهموني يولعوا سوا، انا كل اللي يهمني احط شاديه تحت الاقامه الجبريه بتاعتي انا. اه ان شاء الله ان شاء الله ربنا يقدم اللي فيه الخير. طب اقوم انا بقى علشان الحق الشاي. يا جدع اشرب الشاي وروح سكتك. صباح الورد. صباح الورد. السلام عليكم. ازيك يا ست صباح؟ اتفضلي. اخش يعني؟ يا لهوي ازاي يعني، ده البيت بيتك. اتفضلي يا اختي. تعالي يا حبيبتي تعالي اتفضلي اقعدي يا اختي، ده احنا زرنا النبي. تسلمي. بصي بقى، انا من اول الجوازه دي كنت مقتصره وما اتدخلتش في حاجه، بس دلوقتي عندي كلمتين. الحق حق وانتي حقك على راسي. البت قمر دي ما تزعليش منها، دي بت هبله وعبيطه. غلطت؟ اه غلطت، بس المهم انتي ما تزعليش. لا انا زعلت قوي يا صباح، حق زعلت. ده انا جوزي يوم ما حب يتجوز عليا شاورت عليها عشان انا عارفه انتي مربياها ازاي. تقوم تضحك على البيت كله وتمنع رزق ربنا بايديها وتاخد برشام منع الحمل. ما تزعليش مني يا اختي، هو مخلص اتجوز عليا ليه؟ ما هو مش عيب ولا حرام الراجل يتجوز عشان يخلف، صح؟ صح. وعداكي العيب، هو انا سبتها؟ ده انا سويتها كده على الجنبين وما خليت لهاش. بس احنا في الاخر ملناش غير بعض. اه احنا ولاد حته واحده، يعني ملناش غير المعروف. يلا اهو اللي حصل حصل وكل واحد راح لحاله. كامله ومتكمله من يومك يا سمر، واحنا كمان مش عايزين اي حاجه. اه لا مؤخر ولا نفقه ولا عفش حتى. وهي لو احتاجت اي حاجه احنا تحت امرها، هي عبيطه ولا ايه؟ هي جوازة واتحسبت عليها. المهم انتي ما تزعليش. ده انتي نجيتك دي على راسي من فوق. تسلمي وتعيشي. باتي يا قمر، اصلها واقفة بره عايزة تصالحك وخايفة. ازاي يعني؟ ده البيت بيتها، ازاي تعمل كده؟ يا لهوي. تعالي تعالي يا بنتي عبيطة. حقك عليا يا سمور. سوري. بوسي على دماغها. ما انا ببوس اهو. احنا ملناش غير بعض في الاخر. انت عارفه يا صباح ان انا بحبها قايله لك قبل كده. انت طيبه وبنت حلال وان شاء الله تتجوزي تاني. لا انا مش فاضيه للهبل ده، ورايا حاجات اهم. اهلا بقول الدنيا منوره. يا اهلا وسهلا. اهلا. ازيك يا اختي؟ ازيك يا حبيبتي؟ حبيبتي معلش يعني انا جايه اخد بخاطركم علشان اللي حصل يعني.
معلش يا اختي، مقدر ومكتوب. هنروح من المكتوب فين؟ حقكم انتوا الاتنين على راسي من فوق. اصلها يا اختي لسه مش عارفه الدنيا كويس. خلاص يا ماما، ربنا يسعدها. معلش نستأذن احنا بقى، ما تقعدوا نتغدى مع بعض. معلش مرة تانية، دايما عامر. قولي لها يا قمر سوري، قولوني تعبت. يلا صباح الخير. يلا معلش، سلام عليكم. عليكم السلام يا حبيبتي. دايما عامر. خلاص ارتحتي وعملتي اللي في دماغك؟ دي بنت مهبوشة يا اختي، ربنا نجانا منها، سيبك منها. طب والمصحف لجوز سيد سيد؟ وطي صوتك، سمحتيني في الفضايح بقى. ده بكره يندم ويعاقب بالدموع كده. وطي صوتك، سمحتيني يا اختي، ما لفضيحه بلا مصيبه. الحمد لله. انت لحقت تخلص؟ الاكل مش عاجبك ولا ايه؟ لا انا اكلت جامد الحمد لله. يسلم ايديكي. كل انت لو نفسك مفتوحه كده. انا عمري ما كانت نفسي مفتوحه قد النهارده. ده انا حاسه ان انا اول مره اكل بعد ابويا مات الله يرحمه. الله يرحمه الشيف. والله يا عم سالم، كل مره بتزورني فيها بتعملي حاجه تفرحني وتفيدني. المره اللي فاتت شرحت قلبي بزيارتك، المره دي بقى فتحت نفسي على الاكل. بعدين معاكي بقى خلاص، الكلام الحلو ده احسن هصدق. والله ما كلام حلو ولا حاجه، ربنا ما يحرمني منك ابدا. والله انا الود ودي تيجي تقعدي مع البنت منيره والعيال. واسيب ابويا لمين بس؟ وفين ابوك دي؟ على فكره يا عم سالم انا مش مجنونه. بقولك ايه، ما تيجي تقف معايا انا بعمل لك الشاي. اه الشاي غلي اهو. والله يا شادي انا نفسي تنزلي بقى وتشوفي الدنيا من جديد. انا وانت عاجبك قوي قعدتك في البيت لوحدك كده، حتى مش كويسه للنفسيه. بعدين محدش عارف النصيب فين، يمكن تنزلي بقى وتقابلي ابن الحلال اللي يعوضك عن كل اللي حصل ده. لا ابن حلال ولا ابن حرام، انا خدت نصيبي من الدنيا خلاص. وبعدين انا ابويا ما بيروحش من بالي ولا ثانيه واحده. ايوه بتعيشي وتفتكري، انا عارف يا شاديه، بس يعني نبي عم سالم، وانا حرايق احن من ابويا فين بس؟ لا طبعا مفيش، انا عارف. لا تصدق فيه انت يا عم سالم. ولا يهمك ولا يهمك، ثانية واحدة أعمل لك واحدة تانية. أصل أنا ما نمتش من امبارح ولا يهمك، وعايز أنام بصراحة. استنى بس رايح فين، هعمل لك واحدة تانية حالا. لا أنا تعبان وعايز أنام. يلا سلام عليكم. طب هتيجي بكرة على الغدا هستناك. أه طب تحب أطبخ لك إيه؟ أي حاجة، صينية رقاق. والنبي كان نفسي فيها، خلاص بكرة أتغدى رقاق. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ده انا كده ممكن يحصل لي حاجه. علا ده انا مش عارف اقول لها اني محروس عاوز اتجوزها. طب اعمل ايه؟ وبعدين انا ليه بتلخبط كده وانا معاها؟ بحس كده كاني عيل صغير كده وقلبي بيرفرف على نهاري السويد اللي اكون بحبها. الله يخرب بيتك يا سالي. وانا فين؟ البيت فاتني، يا نهاري اسود على دماغي. يا دي المصيبة، أنا حتى مش رايح البيت أساسا. سلام ورحمة الله وبركاته يا معلم سالم. ايوه جاي اهو جاي. يا استاذ سليمان. ايوه جاي لك اهو. يا ست صباح خير، معلش كنت نايم. يعني انا مش عارفه ازاي بيجي لك نوم يعني والبلد مقلوبه وفوق ده كله يعني فلوسنا في عرض البحر. لا مؤاخذه يعني، بروده على الاخر. طب اتفضلي الاول اقعدي.
اتفضل اقعد فين وانا واقفه انا والرجاله بمحروسك وانت نايم. ما يقفوا يعني واقفين على الحدود؟ لا الاهم من كده المصيبه اللي احنا فيها. وصلنا لايه دي يا ست صباح؟ انا ذنبي ايه؟ دي حركه مراكب. وبعدين يعني انا فلوس الارض كلها مرميه في البضاعه ومش بايدي حاجه اعملها، فمضطر استنى. ده انا ابويا ممكن يجيله فيها ذبحه صدريه يروح فيها. ماشي اديني مستنيه اهو، حاطه ايدي على خدي وقاعده اما اشوف اخرتها ايه. طب اقوم اعمل لك شويه شاي. شاي؟ بقول لك البلد مقلوبه. تقول لي انت مصري؟ انت مصري انت؟ شاي ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. بتعمل ايه يابا؟ بقول لك ايه؟ انا مش هقعد ولا ثانيه واحده كمان. ليه يابا؟ انت عايز ازعلك في حاجه؟ مش قادر استحمل كدبك على الست. رجع لها فلوسها، حرام عليك، دي وليا غلبانه. غلبانه؟ ده انت اللي غلبان يابا. انت فاكر ان انا معاش غير القرشين اللي رفعتهم في البضاعه؟ الناس دي معاها عده ياما يابا. عده؟ يعني ايه مش فاهم؟ عده يعني فلوس يابا، ده اللغه الجديده اللي ماشيه هنا. مش بقول لك انت راجل غلبان؟ انت كمان بقيت بتتكلم لغات محوله. انت سليمان ابني اللي بعت ايراد عشان يكمل تعليم ويرجع معاه شهاده افتخر بيها في البلد. يابا الكلام ده بقى موضوع قديم بقى يابا. وبعدين يعني ما تخافش، هجيب لك الشهاده اللي نفسك فيها. بص يا ابني، انا مش حاهدة ولا حيرتاح لي بال غير لما ترجع للست دي فلوسها. يابا انا قلت لك بعمل مصلحه بالفلوس ديت، وفلوسها ده هتاخدها على دين الملم لما المصلحه دي تخلص. يا ريت يا ابني، ده انا ما بنامش الليل، ده انا مش قادر احط عينيا في عينيها. يابا ده انت بس كده يابا، وفلوسها ده هترجع لها اكيد. يا رب يا ابني. بص، ما دام المصلحه في الخير يبقى اكيد هتمشي. خير ولا شر انت هتنقي في الدعاء يابا، ما تدعي وخلاص. انا هنزل بقى اشوف اللجنه ديت. السلام عليكم معلم سالم. أنا محروس، ازيك عامل ايه؟ تعالى يا عم. تشرب ايه؟ لا الحمد لله، انا جاي حاجه كده في السريع وماشي. ايه اخبار العيال بره؟ لا تمام تمام الحمد لله. كل نصي عليها شويه عيال زي الورد يسدوا عين الشمس، واصلا مفيش حد بيجي. شفت الفيسبوك؟ شكله هيلي بالدنيا. ما هو ده اللي قلبه، بس انا لسه ما اشتركتش فيه. لا بس خطر، فضايح واشاعات وبلاوي. يا اخي موضوع الفيسبوك ده، انا استنى، انا كنت جاي لك ليه؟ شادي. صح. ايه الاخبار صحيح؟ لا بس الدنيا تهدى وكل شيء. انت بتنيمني، قلت لها ولا ما قلتلهاش؟ هنيمك يا محروس، قلت لها طبعا. يعني انا كلمتها عن الجواز، حبيت احببها فيه يعني كده، بس ما قلتلهاش مين اللي عايز يتجوزها بالظبط. يعني كلمتها بس بشكل غير مباشر. وايه اللي بشكل غير مباشر؟ هو فاول. يا محروس، بقول لك حبيت احببها في الجواز بدل ما ادخل لها طص كده يا اخي. وبعدين البت لسه ابوها ميت. ميت ايه؟ ده مقتول يا راجل. انت فين يا حسام لغايه دلوقتي؟ مش اتفقنا ترجع عبد الحصن؟ ايه؟ باب ايه؟ بس مستهتر يا هاني، في بنت ترجع بيتها بعد نص الليل. انا اسفه يا بابا، ما حضرتك عارفه انا كنت في التحرير ووليد كان معايا. يعني ايه وليد؟ سبايدر مان؟ خلاص يا بابا، اتفضل يا وليد. الاستاذ وليد ما يفهمش في الاصول؟ يخليكي معاه لغايه دلوقت وعارف ان في حصر، يقبل علاقته انها تتاخر لميعاد زي ده؟ يا عمي يا عمي، انا رحت لها لما كلمتني وقالت لي انها لوحدها، اسيبها تروح لوحدها؟ وبعدين انا ماليش انا في جو التحرير والكلام الفاضي ده. مفيش تحرير بعد النهارده. في شبان مش كويسين بيتصرفوا مع البنات بطريقه مش كويسه، وانت فاهمه قصدي. ايوه. حاضر يا بابا. ادي الثوره اللي كنت بدافع عنها انا وانت. يا عمي بس حضرتك اكيد بتعمل اللي بيمليه عليك ضمير. الحريه في ايد الجاهل زي السلاح في ايد المجنون. يا خساره. اتفضلي اطلع اوضتك نامي. يلا. حاضر. شكرا يا وليد. العفو على ايه؟ ما حصلش حاجه. وانت ساكن فين؟ في بين السرايات. خلاص بات هنا وامشي الصبح. لا ما يصحش والله خالص. في حظر تجوال، هتروح ازاي؟ لا ما انا معايا بطاقه، انا بعدي من اي حظر تجول عادي. انا لسه جاي معاها يعني من حظر التجول، ما حصلش اي حاجه. طب اتفضل، ربنا يسترها معاك. ان شاء الله. السلام عليكم، مع الف سلامه. مع السلامه. مع السلامه يا عم. مع السلامه. السلام عليكم. السلام.
السلام عليكم. السلام عليكم. يا مخلص، هي حصلت للدرجة دي؟ حد قريب من السلام ما تردش عليا؟ معلم سالم تعالى يا دهر مالي. تعالى يا ريس. حاضر. وحش. وانت كمان ازيك يا مخلص؟ اه محروس فين؟ مخلص محروس فين؟ محروس اخويا راح يجيب عجل وهيذبحه عشان الله. عجل؟ وايه ده؟ ايه مخلص؟ انت بتغير اسم المكتبة؟ ما هو محروس هو اللي ماسك إدارة المكتبة دلوقتي وماسك الشغل كله. إدارة إيه ومكتبة إيه؟ أنتوا هتبدأوا من جديد. مكتبة محروس إيه؟ أنت عارف يا مخلص؟ أبوك كان عاوز يسمي المكتبة دي مكتبة مخلص. بس علشان أخلاقه سماها مكتبة الإخلاص. وده جاي وش كده. مكتبة محروس. ليه يعني؟ أنت عارف يا مخلص؟ أنا لولا الوضع الأمني ده كنت خدتك سهرتك سهرة. انت محتاج تنقط يا مخلص، محتاج تفضفض كده وتعبر عن احاسيسك. لا يا عم، حد الله يا معلم سالم، ربنا يعافي عنك انت كمان. لا انت كده مش عاجبني خالص. ومين بس عاجب نفسه؟ طب ما تحكي لي مخلص، في ايه؟ مالك؟ انا تعبان، تعبان قوي. كويس. ها ما بنامش ومش عارف انام ودماغي هتفرتك. طب احكي احكي خد فضفض. انا كنت عايز اعرف هما بيعملوا مين اللي بيعمل كده. رحت لقيتهم هما الاثنين. ساعتها ما شفتش غير ليا. انا مسكت كل الازاز. ده يا معلم سالم. ده يا محروس. طب يلا يا عم انت وهو. يلا يا حبيبي. انا قعدت النهار في الشويتين دول ولا ايه؟ انجز اطلع على الصعيد. تعال لي كده شويه. تعال خش عطل كده. خش 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 اجمل. خش بس بس بطل بقى. نزل العجل ده يا عم الحاج انت اهو. يلا يا حاجه مش من الوقت. خفيش كبح دلوقتي. كبح بالليل. يلا مش دلوقتي يا حاجه. بعدين بعدين يما بعدين هنناديلكم. انت بيح بالليل. طب يا محروس بدل العجل جه ما نذبح ونوزع للناس بدل ما يستنى. ما يستنوا يا عم الحاج، هما مدينينا. خلص يا عم انت وهو. وبعدين ما لما تعب كده قوم مشي النسوان دي واللي مش عايزين يمشوا وقفوا الطابور. يلا. حاضر يا محروس. يلا خد شويه كده حاجه قبل ما نذبح كده. مخلص ماله محروس؟ مخلص زي الفل. بس زي ما تقول كده يعني طاقت في دماغ اذبح فيها حاجه دي؟ ما فيهاش حاجه. الدنيا مقلوبه يعني. البلد كلها مدبوحه يا راجل. بالعكس ده هو ده الميعاد اللي نطبطب على الغلابه ونديهم لقمه. وعلى راي المثل اطعم الفوم. اه تستاهل عيني محروس. اسم الله عليك يا معلم سالم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سلام معلم سالم. يلا يا مخلص انشف على النسوان دي شويه هياكلوك. حاضر يا مخلص. حاضر حاضر حاج. وانت يا حبيبي انت فاضلك تسيب العيش ده. يا مخلص يا ابني انت احوالك مش عجباني اليومين دول. وامك كمان واخده بالها؟ هي قله الشغل اللي عامله فيك كده؟ طب ما البلد كلها حالها واقف واحنا لازم نرضى بقضاء الله. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. ونعم بالله يا ابا. طيب يا ابا انا هنزل عشان اوزع لحمه العجل. طب خليك وانا هنزل انا. لا انا عايز ابقى في وسط الناس. الناس غلابه يا ابني مش لاقيه تاكل. وربنا يعدي الايام دي على خير عن اذنك. الله اكبر. الله
هو أمر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله أريك من شر كل نفس ومن كل عين حاسد، وأعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان هام ومن كل عين لام من كل عين حاسد، وأعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان هام ومن كل عين لام. بإذن الله هيبقى كويس يا أختي. اسمع من بقك ربنا يا ماما. مالك يا دنيا؟ فيك إيه يا حبيبي؟ قولي يا حبيبي ده أنا أمك. فضفض يا دنيا. حد يا أخويا مزعلك في الشغل؟ يا بنتي حكي لك حاجة مش عايز يقولها لي. لا والله يا ماما لا أبدا، هو الشغل وأحوال البلد اليومين دول ما أنت عارفة. ما الموضوع ده يا ابني ماشي على كل الناس. وأنت طول عمرك يا حبيبي كسيل مش محتاج القرش. أنا كنت فاكر كده يا أمي، كنت فاكر كل ما أشتغل أكتر وأكسب فلوس أكتر إن كده هبقى بالي مرتاح وأبقى سعيد. سعيد بس طلعت غلطان. لما رحت البال ديت بكنوز الدنيا كلها، أنا على استعداد أتنازل عن كل مملك وأنام ساعة وأنا بالي مرتاح. بس اللي حصل يا دنايا، ما أنت طول عمرك بالك مرتاح، بس أنا حاسة كده اللي حصل لك دوت ما يخرجش غير من البت الزرقاء اللي اسمها قمر. أكيد عاملة لك عمل. العمل عمل ربنا يا أمه. الله صوته حلو أوي المقلق ده، علي علي شوية. هروح أبخر أوضتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنت كويس يا حبيبي؟ ما فيكش حاجة؟ ما تفكرش في سعيد؟ سعيد راح لربه ومش بإيديك، يعني اللي حصل ده كان هيحصل له حتى لو أنت ما ضربتوش. ده أنا اللي قتلته بإيدي دي، قتلته ومن ساعتها صورته ما بتفرقش خيالي. أنا خايف. خلاص خلاص ما تقولش أنت خايف، أنا عمري ما سمعتك بتقول كده، عمري. أنا خايف، خايف أوي. طب اهدى اهدى لحد يسمعك. طب أقف قصاد ربنا إزاي؟ أقول له ضربته لغاية ما مات؟ خلاص خلاص يا مخلص، خلاص انزل انزل روح المكتبة هتبقى زي الفل. أنا بقى سمر سيبيني، سيبيني أسمع قرآن. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. نبقى يا جدعان، ما شفتش الواد رجب ابني؟ لا والله لا مش محروس. انا عن نفسي ما شفتوش، بس تلاقيه بيلعب مع العيال هنا ولا هنا. اقول لك على حاجه، ما تروح تشوفه طبعا على الدلاجنه اللي عند شارع المرور دي، تلاقيه واقف هناك. لسه جاي من هناك مش موجود. ثانيه واحده ولا كنت هلا بالله ربنا يطمنك. ايوه نعيم. يا رب. انا قلبت عليه بين الصراط مش لاقيها نعيم. ويعني راح فين ما هو كان معاك؟ طب انا جاي، انا جاي. سلام يا ربنا يطمنك عليها يا استاذ. يا حاج سعد قشرت لكم يا اخويا الخمسة كيلو برتقال دول، كنت هجيب موز بس ما رضيتش. ليه يا اماني؟ ليه ما جبتيش موز يا اماني؟ ده احنا في ثوره وانت عارفه. خلاص يا اخويا روح اعمل لكم سندوتشات حلاوه. بقول لك ايه؟ مياله على واحده من الجيران تعمل دور شاي للرجاله. حاضر يا اخويا. بقول لك من الجيران. حاضر يا حاج سعد حاضر. الراجل تقرف. محروف لقيت الواد؟ يا محروف رد عليا. الله لقيت رجب. فين رجب؟ لقيته؟ فين الواد؟ مش لاقيه. قلبت عليه بين السرات حته حته ولا عثرت له على الاثر. يعني ايه مش لاقيه؟ يعني ايه مش لاقيه؟ هو ابني عليا زعيلي ليه؟ ما هو كان معاكي. ما هو كان قاعد يطلع على باب الواد كل يوم عادي. ايه اللي حصل؟ انا هروح ادور عليه بنفسي. تروحي فين؟ انا عيب احمدي. المعنى انا مش ناقصك، انا فيها اللي مكفيني. يا لهوي 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 يا
اسمعي بقى. الو. بص انا بحبش الرغي. مليون جنيه يجهزوا في يومين، التالت الفلوس تحضر الواد يحضر. ايه انت بتقول ايه؟ اي غلطه انت اللي هتشيلها. يلا باي. الو الو، هو اللي حصل؟ الواد اتخطف. يا لهوي. مش هي وفرحانين بينا، وارسين سنين سودا وبلدنا موعودة بالفرحة والعودة لأجمل لياليها. يا فرحة منسية ومشتاقين ليها، أيامنا مش هي وفرحانين بينا. ومشتاق